ده بالنسبه للماتشات الثقيله اللي حضرتك بتتكلم فيها. نروح للقايمه، وفي اعلان القايمه كان الوقت ده الناس، سيبك من الثلاثه الكبار هكلم حضرتك فيهم، الناس قالت لك انه حصل ظلم لاحمد عبد القادر. ليه ما ضمتوش احمد عبد القادر في الوقت اللي انتوا ضمتوا فيه عبد الرحمن مجدي؟ عبد الرحمن اللي اصلا الناس قالت لك ده ما لعبش اصلا مع الاسماعيلي وكان مصاب، طب ليه مش احمد عبد القادر؟ يعني هو احمد عبد القادر هو احنا اللي جايبين المنتخب الاولمبي يعني يعني كابتن شوقي هو اللي ضمينه المنتخب الاولمبي يعني. لو الناس بصت على طريقه لعبنا يعني كل شيخ له طريقه. ايوه يعني ممكن ابراهيم بيلعب بثلاثه تحت الفرود، انا ما بلعبش ثلاثه تحت الفرود، احنا بنلعب باثنين تحت الفرود، فرقم 10 ده مش موجود معايا، وعلى اساسه انا معايا ناصر ماهر. عندك اثنين تمانيات، فانا احنا بنلعب بفرود تحت اثنين، يعني كل شيخ له طريقه. هل كان ليا احنا كنا بنختار 18 لعيبه ابراهيم، ايوه الموضوع صعب جدا، فكان يا ناصر ماهر يا عبد القادر مثلا، فاحنا قسنا خبرات عبد القادر احنا اللي جايبينه معانا منتخب اولمبي، ولما بقى كويس او لما بقى من العناصر الاساسيه في سموحه جبناه ما تاخرناش. انا كلمت حضرتك على عبد القادر مقارنه بعبد الرحمن. لا ده بوزيشن وده بوزيشن. ما بتكلمش على البوزيشن، انا بتكلم على انه ما هو عبد انا الرحمن. ليه ما انا بس بتكلم يا ابراهيم، ليه ما خدناش عبد القادر؟ عشان طريقه اللعب، عشان طريقه اللعب، طريقه لعبنا، ومعانا اوريدي خبرات احسن، ومعانا كابتن التيم، ومن البدايات ناصر ماهر، فخلاص يبقى الاختيار لما كابتن شوقي بيقعد ونعمل نصوت على الاختيارات خلاص ناصر ماهر. نرجع لقصه عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي من العناصر اللي هي كان ليها دور، اللي هي توصلت خلاف ولعيب جامد وكان مساهم معاكم في الطول، من العناصر المفيده جدا في فيهاش كلام، ما فيهاش جدال يعني. لما جه فتره اصابته وقعد احنا ما خدناهوش الا لما نزل، لعب بقى 5 دقايق، لعب دقيقتين، لعب، مش معقوله كابتن ايهاب جلال هينزله هو مصاب بقاله فتره ما لعبش معاك. لكن لما لعيب بيبقى اساسي عندنا او من العناصر الاساسيه واللي كان ليه دور يكون موجود يعني في الفتره اللي احنا صعدنا بيها في المنتخب اللي احنا خدنا بيه الميداليه الذهبيه، وانا في الحته دي ما عنديش، كان عندنا امل ان محمد صلاح يكون موجود، احنا ما عندناش حد اشهر في الحته دي. يعني في الحته اللي فوق ما عندناش حد يلعب ناحيه اليمين عشان يخش على عدته، يبقى رجليه جوه الملعب بس بالظبط كده. فعبد الرحمن مجدي من لاعبتنا ولعيب مش غريب علينا وحافظ طريقتنا واخد الشغل وحافظ وبقى سليم. فلما كابتن شوقي جه وقعد معانا واتكلم معانا بخصوص عبد الرحمن وعمل اتصالات بكابتن ايهاب جلال وبالدكتور والكلام ده، خلاص الراجل ده سليم 100%. لما كان في البلان يعني اللي هو يلعب من تاني مباراه او من تالت مباراه محطوط، احنا كان عندنا امل ان احنا نوصل لابعد نقطه يعني. لكن ظروف حصلت بقى ايا كان بقى ما خليتوش يبقى موجود، دي حاجه تانية خالص. لكن الحسابات بالورق والقلم مع كابتن شوقي اللي عبد الرحمن هيبقى من تاني مباراه، تاني مباراه دي اول ما قلنا الاسماء هيبقى كان فاضل 20 يوم. ف 20 يوم دي تخلي مثلا هنا يعني توصل للعيب نسبه 70 80% من فورمته يعني.